أحيانا قد يصاب منا الإنسان بالحزن والتوتر والقلق، قد يحزن لموت قريب أو لفراق حبيب أو لبعد صاحب، ثم يرسل الله لك شخص تجده أحن عليك من نفسك التي بين جنبيك. لا تظن أخي وحبيبي في الله أنه قد أتى بإرادته، لم يأتي بإرادته، ولكن أرسله الله لك لأنه يعلم ما ينفعك وما يضرك. الله معنا يسمع ويرى. أخي وحبيبي في الله، إذا ابتليت فاصبر، فالأنبياء صبروا، وإذا رزقت بنعمة فاحمد الله واشكر الله على تلك النعم تدوم. أخي وحبيبي في الله، لا تجزع، كن صبور، كن حكيم، كن رفيق، كن رقيق، كن مسلم، كن قوي، كن مؤمن. أخي وحبيبي في الله، الدنيا ستزول لا محالة، الحزن سينتهي والفرح سينتهي، لا حزن يدوم ولا فرح يدوم، الدنيا ستنتهي إلى زوال. إذا ابتليت فاصبر، كن صبور، وإذا رزقك الله بنعمة، إذا رزقت بنعمة فاحمد الله على تلك النعمة. أخي وحبيبي في الله، قد تحزن ويرسل الله لك شخص يداوي تلك الأحزان، لأن الله يعلم ما ينفعك وما يضرك. يرسل الله لك شخص تجده أحن عليك من نفسك التي بين جنبيك، قد لا يكون قريب أو صاحب، قد تعرفه لأول مرة وتتكلم معه وتشعر كأنك تعرفه منذ سنوات. الله يعلم ما ينفعك وما يضرك. قد يرسل الله لك رسالة ربانية عبر هاتف، أو عبر تفتح مصحف تجد رسالة من الله. اطمن أخي وحبيبي بالله، الله معنا يسمع ويرى. والسلام عليكم.